أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة والتي تأتيكم من مباشرة من استديو المركزي لتلفزيون الساحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مواكبة لقمة الأمل المنعقدة أيضا بالعاصمة نواكشوط، وبهذه هذا الحدث المهم، هذا الحدث العربي التاريخي لأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسبانية الموريتانية، وهي تستقبل الزعماء العرب لأول مرة، وذلك في إطار احتضانها للقمة العربية التي تقبلت استضافتها في أقل من 3 أشهر وبدأت التحضيرات لها، وكذلك الاستعدادات الآن دخلت هذه القمة العربية الحاسمة في تاريخ الأمة العربية بداياتها الحقيقية، وبدأت الوفود والزعامات العربية تتجه صوب العاصمة الموريتانية التي تشكل هذه الأيام عاصمة للعرب وعروس العرب التي الآن تحتضن الكل. وهذه القمة هي قمة الأمل كما يطلق عليها، والتي تحاول من خلالها إبراز موريتانيا، إبراز مكانتها العربية واهتماماتها بالعالم العربي، وكذلك بتطلعاتها لأفق مستقبلي لهذه الأمة التي استطاعت موريتانيا من خلال المعطيات أن تنظم قمة عربية بكل المعايير الأمنية واللوجستية، وكذلك مستوى الرفع من الملفات المطروحة الآن لنقاش قادة وزعماء العرب في نواكشوط. إذن هذه التغطية الحية والمباشرة مشاهدينا الكرام ستواكبونها معنا في إطار متابعتكم لتلفزيون الساحل لمعرفة المزيد والمزيد عن هذه القمة الاستثنائية في العالم العربي ولأول مرة في تاريخ الدولة الموريتانية منذ الاستقلال. هذه التغطية مشاهدينا الكرام سنواكبكم معها عدد من الصحفيين من تلفزيون الساحل انطلاقا من الميدان من أمام قصر المؤتمرات من الاستديو الذي عدته تلفزيون الساحل من هناك لمواكبتكم بالصورة والصوت، كما نواكبكم أيضا من مطار أم التونسي الدولي الذي يعتبر المحطة الأولى والوجهة الأولى للزعماء العرب الذين قدموا إلينا وما زالوا يتوافدون كذلك. إذن بداية مشاهدينا الكرام نربط الاتصال بالزميل أبو بكر دهماش من مطار أم التونسي الدولي ليطلعنا على التحضيرات هناك ومدى فاعلية هذه الديناميكية التي اتخذت الدولة الموريتانية لمواكبة هذا الحدث انطلاقا من مطار أم التونسي ومرورا بأماكن الضيافة وقصر المؤتمرات الحاضن الرئيسي لزعماء العرب ولأحلام العرب أيضا. أبو بكر دهماش مساء الخير. أبو بكر دهماش مساء الخير، ماذا عن الاستعدادات هناك في مطار أم التونسي الدولي وهو يستقبل الزعماء العرب في قمة الأمل المنعقدة بنواكشوط؟ إذا مساء الخير الزميل نجاشي، لا أسمعك بشكل جيد على أي حال. سأقول لك وأقول للمشاهدين الكرام ما يجري الآن في مطار أم التونسي الدولي، هذا المطار المدشن حديثا الذي يعتبر معلمة حضارية بارزة ووجها مدنيا لائقا بمدينة نواكشوط، وهي تستضيف لأول مرة في تاريخها الملوك والرؤساء والزعماء العرب في النسخة 27 للقمة العربية التي تنعقد في عاصمة موريتانيا، عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية نواكشوط. إذا دهماش ماذا عن الوفود التي وصلت هذا المطار؟ يعني كيف هي ظروف الاستقبال؟ وفود من أبرزها الرئيس السوداني عمر حسن البشير والرئيس شادي ورئيس دولة إفريقية، لكن موريتانيا نواكشوط وجهت له دعوة لحضور القمة ضيف العربية شرفي. أنت تعرف أن موريتانيا لها بعدان، بعد عربي وبعد إفريقي، وهي همزة الوصل بين العالمين العربي والإفريقي، وبالتالي لا بد من لهذه الخصوصية أن تحضر وبشكل جلي وواضح في نواكشوط في قمة العرب المنعقدة في نواكشوط. وصل الرئيس السوداني عمر حسن بشير رئيس شادي ورئيس وزراء الأردن الذي وصل للتو، ونائب رئيس وزراء البحرين وحاكم إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، فيما ينتظر
أن يصل سمو أمير دولة قطر وسمو أمير دولة الكويت في الساعات القليلة المقبلة، بالإضافة للوفود العربية الأخرى التي سيستقبلها مطار أم التونسي بالعاصمة نواكشوط، وسيشاركون غدا باجتماع مجلس الرؤساء على مستوى جامعة الدول العربية. زميل دهماش، ماذا عن الانطباعات الأولية لهؤلاء الزعماء وهم يتوجهون صوب نواكشوط لاحتضان أو للمشاركة في قمة الأمل المنعقدة بنواكشوط؟ يعني ما هو الاستعداد الأولي وكيف تقرأ في تفاصيل هذا الحضور الدبلوماسي الوطنية والدولية والعربية الموجودة هنا، ولكن الوفود الأخرى المرافقة للزعماء الذين وصلوا سألناهم عن انطباعاتهم، وهم يطأون أقدامهم على أديم أرض المنارة والرباط، فكان شعورهم شعورا إيجابيا، والكثير منهم قالوا أنهم يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني موريتانيا، وهم سعداء جدا بزيارتهم. دهماش طبعا الحديث عن هذه التغطيات الإعلامية وهذه المواكبة الدولية للقمة بقمة الأمل بنواكشوط يعيدنا إلى ترتيب موريتانيا المرة الرابعة دوليا في حرية الصحافة. يعني ما هو شعور هؤلاء الزملاء الدوليين في مطار أم التونسي وهم يعيشون هذه اللحظة التاريخية من تاريخ الدولة الموريتانية؟ يعني ماذا عن التغطيات الصحفية الدولية والمحلية هناك في أول محطات الزعماء العرب على بلاد شنقيط أو على أرض المنارة والرباط؟ الحضور الإعلامي الزميل نجاشي متميز سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي أو على حتى المستوى الدولي، لأن العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية والعربية موجودة هنا في مطار أم التونسي تواكب وصول القادة العرب لهذا المطار للمشاركة في القمة 27. تشاركت أطراف الحديث منذ لحظات مع صحفيين أردنيين، وهم كانوا يراقبون عند قاعة الشرف وينتظرون وصول رئيس الوزراء الأردني، وكان انطباعهم جميل جدا عن موريتانيا. حدثوني عن زيارتهم للبحر، عن كامي وضيافة الشعب الموريتاني الأصيل، وعن أيضا السهرات الفنية، وكان يعجبهم كثيرا أداء الفنانين الموريتانيين. يعني استحضارا زميل أبو بكر الدهماش، استحضارا للفن وللثقافة الموريتانية والفلكلور، ماذا عن الحضور الجماهيري وكذلك الثقافة الموريتانية من خلال أعداد كبيرة من الجمال وهم يعني يستقبلون هذه الوفود كنوع من إبراز الجانب الثقافي لموريتانيا وكذلك إبراز يعني الموروث أو التراث الموريتاني لهؤلاء الأشقاء الذين حضروا وفي انتظار كذلك من لم يحضر بعد؟ يعني ماذا عن الحضور الفلكلوري الشعب الموريتاني؟ بالنسبة للفلكلور، الفلكلور الذين يميزان موريتانيا، هنالك في مجال الاحتفالات وفي مجال إطار الاستعدادات المحضرة للقمة هناك أزيد من 1120 جمل، والجمل في الثقافة العربية يرمز إلى الكثير، يرمز لكرم الضيافة، يرمز للتضحية، يعني اختراق الصحراء، لتطويع الصحراء، وبالتالي له مكانة وخصوصية كبيرة في نفوس العرب، والعرب سيجدون الكثير من الجمال والهجن كما تسميهم العربية أيضا في انتظارهم. سيجدون قلوب الموريتانيين في انتظارهم، سيجدون بلاد موريتانيا، بلاد المنارة والرباط، بلاد شنقيط، ويتنذر يعني كنانتها احتفاء بقدوم الأشقاء العرب، ولسان حال شنقيط كلها يقول أحبابنا الأهل لا شط المزار بكم بعد التداني ولا ملت دنيانا، كما قال الشاعر أحمد عبد القادر. إذن زميل أبو بكر دهماش، وأنت في البوابة الأولى لاستقبال واحتضان نواكشوط لقمة الأمل من خلال الزعماء العرب الذين بدأوا يتوافدون إلى هنا، يعني كيف تقرأ في مستوى التمثيل الدبلوماسي ومستوى المشاركة في قمة نواكشوط من خلال قراءاتك هناك وحديثك مع بعض المصادر هناك في مطار أم التونسي الدولي؟ يعني كسؤال أخير بالنسبة للقمة والحضور
دكتور، هو الجميع يعرف أن القمة تعقد في ظروف استثنائية، وأن القمة آل تنظيمها إلى موريتانيا بعد أن رفضت المغرب لدوافعها الخاصة ولتبريراتها الخاصة. موريتانيا قابلت استضافة القمة العربية في ظرف زمني وجيز، وفي ظرف أيضا عربي دقيق وحساس، نظرا للتوترات التي يشهدها العالم العربي ويشهدها العالم بصفة عامة. أنت تعرف أن العالم العربي في ظل ما يسمى بالربيع العربي، أحداث برزت أزمات متعددة في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في العراق. للأسف العالم العربي يعاني من انتشار المنظمات الإرهابية، يعاني الكثير من المشاكل التي ازداد طينها باللم في السنوات الأخيرة. وبالتالي أن تقبل موريتانيا استضافة القمة في هذا الظرف الزمني الوجيز، وفي أيضا هذا الجو العربي القاتم يعني والمليء بالمشاكل، لا يعتبر في حد ذاته حسب ما تحدثنا، حسب الانطباعات التي جاءتنا من الإعلاميين العرب، فهذا شيء جميل. زميل دهماش، للإجابة على سؤال سقط سهوا ربما، ماذا عن الإجراءات الأمنية والبعد الأمني لاستقبال هؤلاء الزعماء، وكذلك إجراء الاستقبالات في ظروف ربما أمنية؟ يعني كيف تقرأ في الجانب الأمني لاحتضان هذه القمة وأنت في أولى بوابات ماكشور؟ السلطات الموريتانية والحكومة الموريتانية تقول أنها اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان نجاحات أمنية. وموريتانيا أنت تعرف أنها بعد اعتمادها للمقاربة الأمنية باتت من أكثر بلدان المنطقة عربيا وإفريقيا أمنا وسلاما، ولا شك أن هذا الأمن سينعم به العرب وهم يزورون موريتانيا. أما بالنسبة للشائعات التي أطلقت مؤخرا من أن موريتانيا ستغلق برا وبحرا وجوا، فهذا لا أساس له من الصحة. ففي الوقت الذي يتوافد فيه الزعماء والرؤساء العرب إلى مطار نواكشوط، مطار تونسي الدولي، هنالك طائرات شحن عادية وهنالك طائرات تقل المدنيين. إذن الحياة تجري بشكل اعتيادي هناك الآن، والإجراءات الاعتيادية طبيعية. المسافرين الموريتانيين وصل منهم عشرات. إذن ربما الإجراءات التي رفعها وزراء خارجية العرب أخيرا إلى قمة نواكشوط، من بينها أيضا مقترح استئناس بالتجربة الموريتانية، المقاربة الموريتانية في مكافحة الإرهاب والتطرف، هذا ربما من بعض الملفات التي ستستفيد منها التجربة العربية من موريتانيا ربما كما يقول البعض. أو مقترح إنشاء قوة أمنية عربية مشتركة، ولا شك أن هذه القوة الأمنية المشتركة حسب الكثير من الخبراء يعني تعتمد على التجربة الموريتانية، أو ستأخذ من التجربة الموريتانية التي قلت لك أن موريتانيا تبنت مقاربة أمنية وصفها الكثيرون بالمقاربة الناجحة. شكرا لك زميل. ومخاطره قد أبعد تماما عن موريتانيا لله الحمد. إذن شكرا لك الزميل أبو بكر دهماش من مطار تونس الدولي، موفدا لتلفزيون الساحل هناك في إطار هذه التغطية المواكبة لقمة الأمل المنعقدة بنواكشوط، والتي بدأ بعض زعمائها يصلون إلى نواكشوط مواكبة لهذا الحدث. سننتقل بكم مشاهدينا الكرام بين الفينة والأخرى إلى بعض مراسلين واستديوهاتنا التحليلية التي انطلقت منذ هذه اللحظات في مواكبة قمة الأمل بنواكشوط. فاصل ونواصل. إذن مشاهدين الكرام، يبدو أن العنصر الفاصل بين هذه الفقرات لم يعد جاهزا حتى الساعة. هل أن نستضيف على بلاتو هذه التغطية الحية والمباشرة في إطار مواكبتنا لقمة الأمل بنواكشوط، تظهر المعطيات التاريخية والآنية ضخامة التمويلات العربية لموريتانيا، فقد رافق المال العربي البلاد منذ قيام الدولة الوطنية مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن. مشروع الخطوط الشرقي في النماذج المحلية أو من النماذج المحلية على دور المال العربي في بناء المشاريع المؤسسية في الدولة الموريتانية. المشروع يوفر المياه الصالحة للشرب في منطقة عانت طويلا من التلوث حول مشروع أفطوط الشرقي، لتسليط الضوء على مشاركة المال العربي في بناء الدول العربية وخصوصا التجربة الموريتانية بين الماضي والحاضر. نستضيف لكم لمناقشة هذا المحور الاقتصادي الهام، خصوصا أنه
يرتبط بالمياه المياه الصالحة للشرب. نستضيف على بلاتو هذه التغطية الحية والمباشرة في إطار حديثنا ومواكبتنا لهذه هذا الحدث العربي البارز. نستضيف لكم مدير مشروع ومدير مشروع أفطوط الشرقي أحمد زيدان والمحمد محمود. أهلا بك سيد المدير معي في هذه التغطية الحية المباشرة. سيد المدير بداية، ما هو مشروع أفطوط الشرقي يعني كورقة تعريفية؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. في البداية نختار نقدم لكم تشكراتي لتحتكم على الفرصة في تي في ساحة تي في، وثانيا بهذه المناسبة أيضا العظيمة أود أيضا أن أهنئ فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز بمناسبة انعقاد القمة 27 القمة العربية والقرار اللي كان شجاع بإقامته ولو تحت الخيام، لأن هذه القمة إن شاء الله ستكون قمة الأمل، مثل ما أطلق أيضا على مثلث الفقر في السابق مثلث الأمل واللي تحقق اليوم بفضل جهود جبار وبفضل أيضا جهود جبار اللي بذلوها الصناديق العربية. بخصوص السؤال، ماذا ما هو مشروع أفطوط الشرقي؟ مشروع أفطوط الشرقي مشروع جاء بعد الزيارة التاريخية اللي قام بها فخامة رئيس الجمهورية المثلث الأمل. معروف أن مثلث الأمل منطقة تسمى أمبيزوسك، يعني تندر فيها المياه الجوفية غير موجودة، ومن الستينات الحكومات الماضية قامت بالدراسات الجيوفيزيائية وكان مستوى الولوج للمياه يقل عن 12%، يعني لأن المناطق تعاني من شح المياه. رغم هذا كله موجود سد هومليته اللي سعته تصل إلى مليار دنيا القصوى عفوا، والسعة الدنيا تصل إلى 500 مليون متر مكعب. بعد إجراء الدراسات لاحظنا بأن ما يقارب 500 قرية وساكنة تقدر 180 ألف بحاجة إلى مياه صالحة للشرب، وتم إعداد الدراسات ومن ضمن المنشآت اللي اقترحت الدراسة بالعدل إنشاء محطة لمعالجة المياه السطحية لسد هومليته تقدر ب 5000 متر مكعب. هذا كان حلم لولا الحمد لله الإرادة القوية. هذا المشروع ربما كان حلما، ظل التمويل يعرقله، يعني ما هي مصادر التمويل خصوصا أن هناك إسهامات للمال العربي في بعض الدول وربما التجربة الموريتانية خير دليل على ذلك. يعني كيف كان التمويل لهذا المشروع العملاق كما يصفه البعض؟ بعد تكميل دراسات الأولية كان أول ممول بدأ استعداده بعلمه يساهم في تمويل هذا المشروع كان هو البنك الإسلامي، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهذا معروف بأن أكثر رأس مال الدول العربية وأيضا الصندوق العربي للماء الاقتصادي، واليوم هذا المشروع ممول بنسبة 70% من الصندوق العربي للماء الاقتصادي والاجتماعي مقاطع 2-1 و2-2 أيضا الصندوق البنك الإسلامي للتنمية. ونتذكر وأنا شاهد على ذلك من أول ما عدنا دراسات من أجل التمويل استجابون فترة ما تزيد عن شهر، يعني هو اللي نعود له استجابوا التمويل المشروع فترة ما تستغرق شهر، يعني كان أول ممول وصل البنك الإسلامي في أوت 2010 وفي سبتمبر 2010 وصل البنك وصل الصندوق العربي للماء الاقتصادي وعملوا تقويم للمشروع وكملوا ايضا دراسات تكميليه من اجل تصحيح بعض الثغرات في الدراسات وانطلق المشروع وتم تمويله فعليا وتوقيع اتفاقيه التمويل في 2011، وكان مرحله في الحقيقه مرحله متقدمه وعجز عن التعبير بأن من ركان الشريك الموريتاني كان عنده او المستفيد الموريتاني كان عنده اسهامات في هذه مصادر التمويل وشنو هي قاعده البيانات المتاحه. الجانب الموريتاني عاده يساهم بنسبه 10%، معناه انك لين تقبل اليوم اتفاق التمويل مع الصندوق العربي للماء الاقتصادي الحكومه الموريتانيه مساهمه بنسبه 10%، نفس الشيء بالنسبه
اتفاقيه التمويل مع البنك الاسلامي للتنميه شيء تقريبا نسبه 10% 20% 10% مثلا اليوم المشروع كان المشروع كله سواء كان بالاعمال الحكومه الموريتانيه تساهم نسبه 10%. إذا هذه الجهات الموجودة شنو هي مثلا مصدر رهانها لهذه التجارب اللي مثلا تطلق في إطار الاستثمار المحلي الموريتاني، وشنو مثلا إمكانيات دعمها في إطار هذه الجهود؟ شوف هذه الشراكة البينية يعني شوف هو ما خالق ممول يقوم ماشي هكذا لعمية ويمول الحمد لله دول توفر على ياسر من المعايير الحمد لله الأمن والاستقرار، وهناك ثورة في تصحيح المفاهيم جميع قضايانا الحمد لله الاقتصادية وإلى آخر ذلك، وبالتالي يدي نعود المشروع من الناحية الفنية المشروع قابل للتنفيذ وعنده مردودية إيجابية من منطقة ومن بديهي بأن الممول والحكومة متوافقين للوصول إلى أهداف مشهودة. موريتانيا ولله الحمد دولة غنية من ناحية المصادر الطبيعية وغنية من ناحية الحمد لله المصادر البشرية، ولكن ينقصها الاستثمار أو تمويلات مجالات حيوية وهيكلية كمشروع الظهر كمشروع أفطوط الشرقي مشروع المشاريع الهيكلية. وبالتالي أنا أعتقد بأن الصناديق العربية لمستوى الأشقاء العرب هناك استعداد، هناك تربة خصبة على مستوى الحكومة الموريتانية. إذا ما هي الخريطة العامة للمشروع؟ يعني المشروع إن شاء الله مع نهايته ستكون هناك شبكة محطة تقدر ب 5000 متر مكعب وتم إنجازه وتسليمها والآن تخدم. مع انتهاء المشروع بانتهاء مقطع 2 و3 و5 سيكون هناك شبكة بقول 1200 كيلومتر تستفيد منها بإذن الله 180,000 مواطن موريتاني منتشرة على 500 قرية مذلة الأمل، يعني الولايات ما بين ولاية البراكنة والعصابة وكوبر. إذا هذا المشروع سيساهم في يعني توفير المياه في هذه المناطق بصفة عامة بشكل مستمر بشكل مدى قريب أو بعيد؟ لا بشكل مستمر، حتى سيغطي حاجيات المنطقة إلى أفق تقريبا 2050 دون ما تنقص كمية المياه في هذه المناطق. إذا 500 تجمع سكني قد تستفيد من هذا المشروع، يعني ما مدى كيفية مثلا توزيع هذه الثروة على المواطنين أو المناطق بصفة عامة بشكل عادل؟ يعني الخارطة العامة لديكم؟ هناك مخطط للمشروع، والدراسات اللي عدناها أن كل مواطن موريتاني عنده مثلا كمية معينة من المياه، وفي جرد جميع القرى والمناطق اللي واقعة في ما بين قوسين في مذلة الأمل، وسيستفيدون. إذن سأنتقل إلى زميل سيد محمد جيول من استديو تلفزيون الساحل من أمام قصر المؤتمرات الذي يحتضن قمة الأمل واجتماعات المحضرة لمجلس زعامة الدول العربية الذي سينعقد غدا بحول الله في إطار هذه التغطية المستمرة. ننتقل إلى هناك إلى زميل سيد محمد جيول. زميل سيد محمد جيول مساء الخير. مساء النور شيخ حمد النجاشي لك ولكل مشاهدي الساحل عبر العالم. اذا سيد محمد جيول، يعني كيف هي الاجواء هناك في قصر المؤتمرات وهي تنتظر احتضان زعماء العرب في اطار قمه الامل التي ربما يعلق عليها العلم العربي الكثير من الامال، خصوصا في ظل هذا التنازع وفي ظل هذه الملفات الشائكه مثلا في ليبيا والعراق وسوريا وفلسطين القلب النابض للامه العربيه؟ يعني هل يمكن ان تكون قمه الامل مستقبلا هي 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 الافق الحقيقي لانطلاقه عربيه كبيره في افق المساواه والعداله والانصاف؟ يعني ماذا عن الاجواء هناك وما هي اخر المعلومات لديك؟ كل
كل المؤشرات الأولية توحي بأن قمة الأمل قمة نواكشوط أنها قمة ناجحة إلى حد اللحظة. الجانب الأمني هو أكثر شيء ضبطا حتى الآن. نحن نلاحظ قبضة أمنية على مستوى هذه المنطقة التي نتحدث منها الآن. لا يمكن أن يدخل أي شخص ليس لديه اعتماد مسبق أو هو من المشاركين الرئيسيين. هناك تفتيش مستمر لكل من يدخل أو يخرج، حتى السيارات الأخرى تفتش، والتفتيش متطور جدا، أرقى ما يمكن أن يصل إليه الجانب الأمني عبر العالم. تتوفر عليه سلطة الأمنية الموريتانية إلى حد اللحظة. الجديد أيضا أن الوفود الرئيسية من أمراء وقادة ورؤساء يتواجدون بين الفينة والأخرى عبر مطارنا أم التونسي الدولي، مطار نواكشوط. القضايا التي تحدثت عنها، القضايا المطروحة، من أولوياتها القضية الفلسطينية. هذه القضية التي هي مطروحة منذ 6 عقود، بالإضافة إلى العلاقات العربية الإيرانية وإلى أيضا قضية جيش عربي مشترك للدفاع عن الأمة العربية أو الوطن العربي الكبير. سيدي محمد الجيوان، ما مدى تأثير يعني سيدي محمد الجيوان ما هي آخر المعلومات عن الوفود العربية، خصوصا أنكم في مكان ربما صناعة الأخبار من هناك، حيث يتوافد أكثر من 500 صحفي عربي لنقل هذه القمة ونتائجها ولمواكبتها عربيا؟ يعني هل باتت نواكشوط مركزا إعلاميا عربيا بكل امتياز كما يصفه البعض؟ يمكن أن يقال هذا، أن نواكشوط الآن باتت مركزا إعلاميا، لكن كل القادمين أو كل الوافدين إلى مدينة نواكشوط من أجل تغطية هذه القمة. هذه القمة حتى الآن يمكن أن أقول لك أن من يغطيها في هذه اللحظات هم نحن والتلفزة العمومية الموريتانية حتى الآن. إذن هناك يعني الموريتانية بعض الزملاء العرب القادمين احتكار لتغطية القمة العربية. لكن ماذا عن الحضور الدولي في مواكبة هذه التغطيات، وكذلك يعني ما هي مصادر الخبر هناك؟ هل هناك وفرة كثيرة؟ يعني هل تعاطت اللجان الإعلامية معكم بصفتكم صحفيين، صحفيون تبحثون عن المعلومات وعن يعني مواكبة هذه القمة لنقلها إلى كل من يتابع تلفزيون الساحل؟ إذن كل كما أشرت إليه، الآن نحن هنا نصنع الأخبار، ليس هناك جديد. الجديد هو أن الكل هنا يستقبل الوفود القادمة، خاصة السفراء الموجودين هنا يستقبلون رؤساءهم وقادتهم أيضا، بالإضافة إلى السلطات الموريتانية هي الأخرى، ممثلة في الوزير الأول الموريتاني يحيى الحدامين الذي استقبل اليوم رئيس مجلس الأمة، رئيس الوفد الجزائري، الشخصية الثانية في الجزائر عبد القادر بن صالح، وهو ممثل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نظرا لظروفه الصحية الخاصة. أيضا تم استقبال الرئيس السوداني عمر حسن البشير وبعض الشخصيات الأخرى. نحن الآن نحاول أن نتأكد أكثر عبر موفدنا الموجود هناك أبو بكر الدهماش، وسنوافيكم بكل جديد ريثما نحصل عليه. إذن شكرا لك سيدي محمد جيوان، موفد تلفزيون الساحل من استديوهاتها بقصر المؤتمرات لمواكبة قمة الأمل التي ينتظر العالم العربي نتائجها ويعلق عليها أملا كثيرة، وموريتانيا أيضا دخلتها من باب الرهان ومن باب أيضا أن تكون حاضنة لأمة يا الفني المرافق لكم ولضيوفكم الكرام عبر استديوهنا هناك في الساحل. شكرا سيدي محمد الجيوان. إذن مواكبة لهذه التغطية نتواصل مع مدير مشروع فطوط الشرقي أحمد زيدان محمد محمود. أحمد زيدان، يعني ما حجم المياه التي يمكن معالجتها هناك في إطار صحيح، خصوصا أنها تنتج 5000 متر مكعب يوميا؟ تقدر كمية المياه التي تتم معالجتها يوميا وضخها ورفعها إلى المستفيدين ب 5000 متر مكعب. لو أخذت 5000 متر مكعب وضربتها في 365 يوم، تجد أقل من حاجة ساكنة مدينة الأمل من مياه الشرب تقدر بأقل من 2 مليون متر مكعب للعام. هذا شنو 2 مليون متر مكعب مقارنة مع
سعة دنيا للتخزين المخزون تقدر ب 500 مليون، احنا نستقبلوا منها العام مليونين، وإذا كان السعة القصوى مليار، معناه مليار متر مكعب تعالج منها 5000 متر مكعب لليوم، يعني أقل من مليونين متر مكعب للعام. إذن يتكون المشروع من 4 أجزاء، يضم الأول منها محطات للضخ ومعالجة المياه السطحية وخزانات مياه. ماذا عن هذه التركيبة، خصوصا أنه مشروع ربما يعلق عليه الكثير من الناس مستقبلا في توفير ذروة مالية؟ يتكون المشروع من 5 أجزاء. الجزء الأول هو الجزء اللي ينطلق من مأخذ من سد رومليتا ورفع المياه لمحطة المعالجة، محطة المعالجة والخزانات المائية ذات قدرة كبيرة جدا مثلا على مستوى المحطة. هناك خزانين قدرة كل واحد منهم 1000 متر مكعب تخزين مياه المعالجة، وعندك محطة من فسيل تكون من كثير من البنى التحتية. هذا المقطع رقم واحد وانتهى وتم استلامه والمحطة حالا تخدم. عندك المقطع رقم 2 وموضوع على فكرة بهذه المناسبة الصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، والمقطع رقم 1 البنك الإسلامي للتنمية، وهذا اكتملوا هذه الأعمال ومكتملين. المقطع الثاني ينطلق نحو الشمال تعرف المنطقة تقبل سدهم البليتة، ولاية قرقل ينطلق شمالا المقطع رقم 2 لحد ما يوصل لبلدي ترضيضي. أما المنطقة الشرقية اللي هي منطقة باركاوي هذه اكتملت، المنطقة الغربية هي منطقة البرات وتلك المناطق، وهذه الأعمال اللي تنطلق فيها. إذن هذا يعيدنا إلى الحديث عن المال العربي ومدى جدوائيته في تكوين بنية تنموية لبعض الدول العربية وللتعاون أيضا العربي البيني. يعني هذا المال كان حاضرا، أي المال العربي، في مفاصل العملية التنموية، سواء من خلال ما تقدمه الحكومات مباشرة أو ما تقدمه بعض الصناديق العربية. يعني كيف ترى هذا الحضور المالي العربي؟ شوف، انطلاقا من 2010-2011 كانت هناك ثورة في مجال المشاريع الهيكلية، وبسط مثال منها أفطوط الشرقي. أفطوط الشرقي اليوم تتخرج 70% تمويل صناديق عربية وبنك إسلامي. أفطوط الساحلي الممول الأساسي له أيضا صناديق العربية، منها الصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق الكويتي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي، وهذا هم اللي مولوا مشروع أفطوط الساحلي. اليوم عندك تجديد شبكة نواكشوط، هذا أيضا مشروع عملاق، مشروع هيكلي مولونه أيضا صناديق العربية. عندك مشروع أظهر يعتبر مشروع هيكلي وانطلق طلقه فخامة رئيس الجمهورية. هذه المشاريع الهيكلية اليوم هي أكبر مشاريع عرفناها في تاريخ بلدنا، أكبر مشاريع اليوم. هذه المشاريع كلها اليوم تمويل صناديق تمويل المال العربي. هناك مال عربي وهناك تنمية وهناك ذورة في مجالات مشاريع هيكلية. إذن هذا المال العربي سد ثغرات كبيرة خصوصا في موريتانيا، ظهرت بعد تخلي بعض الشركاء الدوليين عن تمويل مشاريع موريتانيا هامة، كما هو الحال بالنسبة لشركة سنيم. يعني كيف ترى سد هذه الثغرات من خلال يعني المال العربي الذي يعتبر شريكا اقتصاديا لبعض الدول خصوصا موريتانيا؟ أراه كالتالي، أعتقد بأن بلدنا ولله الحمد بلد خصب للاستثمارات والتمويلات، بلد يتوفر على الكثير من الإمكانيات، بلد يتوفر على الكثير من الموارد الطبيعية. للأسف الشديد ما قد تم استغلال هذه الموارد، والحمد لله أيضا الأجواء اللي فيها نحن من الأمن والاستقرار هذه تساهم إعطاء دفع للشقاء العرب والاستثمارات العربية بعلمها تكون عندها مردودية إيجابية. لا، ما أعتقد بأن التربة خصبة والفرصة موجودة، ونداء فخامة رئيس الجمهورية نكرره ونختار لا نكررها ونكررها، نداء فخامة رئيس الجمهورية وقراره الشجاع
بل إن هذه القمة تنعقد في موريتانيا ولو تحت الخيام. إذن سيد المدير، المال العربي ربما واكب مداد الدولة الموريتانية، خصوصا أنه حاضر من قبل، خصوصا أنه مول طريق الأمل، طريق الأمل، وكذلك مول طريق الرابط بين العاصمتين السياسية والاقتصادية. هذا الحضور ربما يعيدنا إلى البعد الجغرافي لموريتانيا، حيث تقع في منطقة يعني وسط بين إفريقيا والبوابة الغربية. يعني هل يمكننا أن نقول بأن المال العربي ساهم فعلا في بناء موريتانيا وفي إعطاء البعد التنموي لموريتانيا في إطار طبعا الشراكة؟ ما لا شك فيه فعلا الصناديق العربية التنموية لعبت دور كبير وواكبت موريتانيا في التنمية. والمثال طريق الأمل، طريق نواذيبو، طريق الأمل مثلا هو أبسط مثال نقدر نعطوه. طريق الأمل من السبعينات الحمد لله هذا كان تمويل من الصندوق العربي للمال. لمثال كثير، أنا اليوم نتكلم لك على مستوى وزارة المياه، هناك مشاريع هيكلية، مجال وزارة الطاقة ومجال النقل ومجال التعليم، هناك الكثير أيضا من المشاريع اللي لعبوا فيها الشقاء العرب دور مهم في تنمية في هذا البلد. إذن السيد المدير، الآن هذا المال العربي ربما يعتبر ثروة مشتركة بين الشعوب العربية، أو ثروة يمكن أن يعني تشكل إطارا عربيا للتعاون البيني، وهذا ما دعت إليه يعني بعض البنود المرفوعة إلى قمة الأمل. يعني كيف ترى آلي، يعني ما هي الآلية التي ترى أن موريتانيا يمكن أن تستفيد في إطار هذا التعاون البيني من هذه الأموال العربية؟ على ما أعتقد أن موريتانيا ممكن تستفيد وممكن أيضا أن تفيد كذلك. موريتانيا الحمد لله دولة غنية مواردها الطبيعية، التي أذكر لم يتم استغلالها بصورة عقلانية إلا ابتداء من مؤخرا. الصناديق العربية موجودة، موريتانيا دولة غنية بالموارد الطبيعية. أعطي الأمثلة الكثيرة، مثلا الموارد السمكية مثلا، لماذا لا يتم استثمار أو إطلاق مشاريع؟ طبعا وزير الاقتصاد تحدث بأن موريتانيا تضع كل موارده الاقتصادية تحت خدمة العرب، هذا ثروة حيوانية وزراعة، ويعني بالتحديد هذا ما قاله الرئيس، وهذا ما قاله الوزير، وهذا ما أؤكده. بل موريتانيا ممكن أن تستفيد من الصناديق العربية، وممكن أيضا أن تفيد أيضا الصناديق العربية والشعوب العربية من خلال مواردها الطبيعية. الأراضي الزراعية، الإمكانيات الزراعية اليوم في موريتانيا موجودة بكثرة. أبسط مثال أن اليوم على الضفة عندنا 150,000 هكتار صالحة للزراعة، يخصنا استصلاح الأراضي مع استثمار فيها وفي المجال الرعوي وفي المجال السياحي وفي مجال عدة مجالات، مجال المعادن والنفط إلى آخره والطاقة. أعتقد فعلا موريتانيا أرض خصبة قابلة لاستقبال. هل تعتقد بأن موريتانيا من خلال قمة نواكشوط العربية يمكن أن تفرض يعني موقفها من المال العربي لتكون مساهما بدلا من أن تكون يعني مثلا إن صح التعبير هو نوع من الاستنادة والاتكالية على الآخر؟ يعني هذه الموارد المالية كيف يمكن موريتانيا أن تستفيد منها كي تكون فعلا شريكا حقيقيا للعرب؟ ستكون بإذن الله تعالى، إن شاء الله تعالى، موريتانيا ستكون شريك فعلي، ستستفيد من الاستثمارات العربية، وسيستفيد إن شاء الله أيضا الأشقاء العرب من الموارد الطبيعية الموريتانية. ما كان ينقصنا، كانت تنقصنا هذه القمة من أجل أن يطلع على الأشقاء العرب من خلال وزراء الاقتصاد وزراء المالية، ومن خلال أيضا قادتهم، على حقيقة موريتانيا، غناء وثراء موريتانيا من ناحية الموارد الطبيعية. ولكن كان أيضا نعود عندنا مع الأشقاء العرب برنامج تنموي متكامل، تربة خصبة، ممكن أن نستفيد وممكن أن نفيد كذلك. إذا هل يمكن لنا أن تقرأ في ما الذي يمكن أن تعكسه قمة الأمل
على موريتانيا مستقبلا؟ هل هو البعد الدبلوماسي ام البعد يعني الاقتصادي ام ماذا؟ على ما اعتقد ان البعد الاقتصادي له تاثير على البعد السياسي وعلى ما اعتقد ان البعد الثقافي ابسطها ممكن ان ينعكس على البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. موريتانيا مثل ما تعرف ان سنه 2014 2015 مع رئاسه فخامه رئيس الجمهوريه الاتحاد الافريقي عرفت الدور اللي لعبته موريتانيا في مجال مكافحه الارهاب ومجال توحيد صفوف بعض الاشقاء والاخوه في القاره الافريقيه. واليوم موريتانيا ان شاء الله لعبت دور مهم بين الاشقاء العرب وسينعكس ايجابيا وفي كل مردوديه ثقافيه ان شاء الله واقتصاديه وسياسية بالنهوض بالشعوب العربية. إذن شكرا لك أحمد زيدان محمد محمود مدير مشروع أفطوط الشرقي، كنت ضيفا معنا في هذه التغطية الحية والمباشرة والتي نقدمها لكم من الآن فصاعدا من أماكن مختلفة ومواكبة لقمة الأمل بنواكشوط. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، التغطية متواصلة لقمة الأمل في إطار مواكبة تلفزيون الساحل لكل ما هو جديد خصوصا قمة نواكشوط الأولى من نوعها في موريتانيا. لا تذهبوا بعيدا بعد الفاصل.